سهرة مفتوحة، يقدمها طاهر أبو زيد. واحد من ألمع ممثلي الفكاهة في العالم العربي، الفنان أمين الهريدي، وفنانة قديرة ذات شخصية جذابة جمعتهما إحدى المسرحيات. وكان اللقاء في السهرة المفتوحة بين الكواليس وبملابس العمل. أستاذ أمين الهنيدي، مساء الخير. مساء النور يا فندم. مدام ليلى فهمي، أهلا. أهلا وسهلا. أستاذ أمين، أول ما بدأت التسجيل قلت تعالى خش عليا وكده، أنت بتشجع نفسك ولا إيه؟ أنا بشجعك أنت. وبشجع الناس يعني. أنت بتخاف من الميكروفون؟ في بداية حياتي كنت بخاف. دلوقتي ما تخافش خالص. لا بقى يعني قدامك حتة حديدة. لا صديق. حلوة. والمسرح؟ وكذلك المسرح. المسرح ده لعبتي المريحة اللي بتمتع بيها. ما بتحسش بأي نوع من الضغوط قبل ما تطلع المسرحية، ولا شيء من العناء، ولا شيء من الخوف؟ لا، قبل ما تطلع الرواية الجديدة بس. وهي لسه جديدة. قبل الافتتاح. انما طالما حققت وجودها. بالعكس. يعني هي اول ليلة تقريبا. بعد كده بقى انا اقبل على المسرح بدون وجل. بس بحتاج ليمكن دقائق قبل ما اظهر قدام الناس شيء من الصفاء، يعني اعمل زي ما الشريط كده بتسيب فيه حته فاضيه. يعني صح، تصفي كل النهار وكل اللي فات بالظبط، وتبقى زي الشريط الفاضي اللي داخل، زي عشان الشريط الابيض. تمام. وبعدين الغريب اللي عندي ان انا احب زي الموظف اللي بيصحى الصبح يصحى يروح الشغل، انا انام بعد الظهر قبل المسرح، واقوم من النوم على المسرح زي ما اكون رايح وظيفه. لا يشغلني بين النوم والمسرح اي شيء غير الاستعداد له. تمام، زي الموظف يكون رايح الديوان بتاعه. بمناسبه الموظف، معلش في التشبيه يعني. هو المجال بيسمح بيه بيني وبينك باعتبارك ممثل كوميديان. الفقيه اللي بيقرا له عاده انه قبل ما يروح يقرا بياكل، او بياكل خفيف. واحد يقول لك لا لازم اكل خفيف، واحد يقول لك لازم اكل فراخ، واحد يقول لك لازم اكل ورك الفراخ بس، ورم الصدر او فته. او يسلك صوته برطل طحينه. او في نفض صوته، بيقولوا عليه نفض صوته، يعني يشرب سجاير حاميه كده يقوم يفضل يكح لما يقتل في صوته اللي هيغني اللي هيقرا منه يدخل يقرا. والسكر نبات. والسكر نبات. الممثلين كده برضه. ازاي انت بقى بزي. انا لا. يعني بعد خبره طويله ثبت على حاجه. ايه؟ الواحد لما يتعود او ما يعمل حاجه ويلاقيها مشيت معاه وما سببتلوش اي مضايقات يحتفظ بهذا، يعني لدرجة ان انا مثلا الشارع اللي بروح منه التياترو اروح منه بجد. بادخل البس هدومي بنظام معين، بروتين معين. سلوكي بقرا مثلا الفاتحة ومثلا رب اشرح لي صدري، دول لازم اقولهم، يعني لازم اقولهم كده. يعني انا مفاجئ بالحكاية دي الحقيقة، لان اللي بيشوفك على المسرح ويشوف شقاوتك ما تصورش انك انت مثلا ممكن تبقى تقول داخل تقرا قران. دي اللي بتقويني. بتقويني يعني. والصوره دي ما اعرفش، صوره ممتازه. يعني ككل كلام ربنا طبعا، اللي هي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. الكلام اللي هنا بيتطلبوا مش الممثل بس الحقيقة، يعني لو محامي يقولها، مدرس يقولها، خطيب يقولها، اي انسان، بتدي مقومات نجاح لو تحقق. يشرح الصدر ان يبقى الممثل منشرح، وانشراحه ده ينعكس على زمايله،
ينعكس على الجمهور، ينعكس على خشب المسرح نفسه. ده صحيح. الهوى بتاع المسرح. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، ما تعمليش عقبات ابدا وانا بشتغل، ده شيء جميل جدا. واحلل عقدة، واحلل عقدة من لساني، يعني كلامي يبقى سهل وميسور، ما تلجلكش ما ارتبكش، يبقى قولي فهم اللي انا عايز اقوله. وده الهدف الاخراني. والله تصور بقى ان انا تأثرت بيك كواعظ. ده اول مرة يعني بجد، ده كلام جميل قوي. الممثل واعظ. برضو. طب بمناسبة واحلل عقدة من لساني، ناس كتير بيتصوروا ان صوتك على المسرح ما هوش صوتك الطبيعي، لانه صوت ليه رنة خاصة يعني. وفي ناس بيقولوا ده بيتكلم مثلا من بقاله في حضر في ناس بيقولوا وفي ناس بيقولوا بيتكلم من بطنه. من بطنه ده هيبقى جارها. انما واضح ان هو صوتك الطبيعي. هو صوت واضح دلوقتي لدى المستمعين وهم بيسمعوا الحوار ده، ان ده صوتك الطبيعي فعلا. الحمد لله. مدام ليلى، انت هنا الليله دي بتعملي ايه؟ احنا هنا في مسرح العرائس. قولي لنا بقى انت هنا بتعملي ايه في مسرح العرائس؟ انا بعمل بروفة في روايه سبح ولا ضبع. دي الروايه الجديده اللي بطلها الاستاذ الهنيدي. الروايه اللي بطلها الاستاذ الهنيدي، وهي فرقه الاستاذ الهنيدي. اللي ابطلها كل الممثلين. لان هي بطله عظيمه جدا جوه الروايه. دي تاليف الاستاذ سعد الدين وهبي. طب قولي لي بصراحه، طلع سبع ولا ضابع في البروفات؟ الحقيقه طلع سبع قوي. والله. استاذ امين افندم، الحقيقه كان عندي بدايه كنت عاوز اكلمك فيها، وهي حادثه معينه يعني اذا سمحت لي. في مره شفتك في مسرحيه، وبعدين في الفصل الثالث اتاخر والناس قعدوا يستنوا، وبعدين واحد فتح الستاره وهي مغلقه في الاستراحه وقال مفيش دكتور يا جماعه. بعدين طلعت انا ورا المسرح فلقيت انهم عاوزين الدكتور عشانك، وانت كنت في حاله وحشه جدا ولونك اصفر والعرق نازل عليك وحالتك عاليه. ايوه. والدكتور قاعد ينصحك انك ما تعملش الفصل الثالث من الروايه، خصوصا انه في حركه كتيره. ايوه. وانت تعارض مش عارف تتكلم، وقعد تشاورهم لا، لغايه ما فات بعض الوقت واصريت انك انت تكمل المسرحيه. أيوة. ورغم ان الدكتور قالك طب اختصر، وانا واصدقائك كلهم قالوا لك اختصر، فضلت انت تؤدي العمل كما كان بالظبط. فتفتكر ايه المسرح بيعمل فيك كده ليه؟ وبتعمل انت في روحك كده ليه؟ بتتعب نفسك قوي ليه؟ هو انا بحب المسرح قوي وبديله نفسي، لان المسرح اداني نفسه. يعني انا فضل المسرح عليا ما اقدرش انكره ابدا. ولما اقول المسرح ما هياش يعني خشبة المسرح، لا، المسرح بجمهوره، الناس، المكان، الاقبال اللي بيتقال فيه، اللي بيتسمع فيه. فانا ما اقدرش ابخل ابدا باي جهد، وانا نفسي بستمتع. يعني ده نوع، يمكن اقول لسيادتك ما اعرفش، نوع من الانانية، ولو انها مضرة جدا بالنسبة لي. يعني المفروض الواحد يحافظ على جهده وصحته، لكن انا ما اعرفش دي سموها انانية ولا اثر ان انا ادي كل الجهد ده، رغم ان لو قللته المقابل واحد. ايوه. وبعدين دي مرة في مجنون بطة، مرة حصلت لي في غرامات عفيفي بقى، وما كملتش، ما قدرتش لان ما كانش ممكن ابدا، وما كملناش الفصل الاخير، والناس مشيت وانا مريض، وفضلت يمكن مشيت الصبح من المسرح وانا في غيبوبة من الادوية المهدئة والاخر، وافقت تاني يوم 9 مساء عشان افتح الستارة 10 مساء. يا خبر. ودي يعني كتير من الناس يذكروها لي. وبرضو اذكر ان انا بكيت عشان ما قدرش اكمل الرواية دي. يعني لو ما مثلتش تحس انك ما انتش عايش. ده بالظبط. بالظبط. انا بدي مثل تقريبا مع، يعني مش عارف فارق في التشبيه، الميكروبات. مال الميكروب بيعيش في وسط معين تحت مناخ معين، صدقيني، تحت درجة رطوبة معينة كده، حرارة معينة، مش عارف ايه. فأنا لما أخذ
ميكروب؟ لا مش ما ميكروب مفيد. لا ما بكتيريا. لا انت زهره مسرحيه. الله يحفظك. زهره مسرحيه بتتورد وبتدي عبيرها على المسرح بلا شك. الله يحفظك. الكلام ده بقى كلام استاذ صرف ده كلام شاعري مالناش احنا. لا دي الحقيقه بقى الحق. طب استاذ امين اسمك بالكامل ايه؟ اسم امين عبد الحميد امين الهنيدي. امين دوبل يعني. ايوه ما يعني بناء على طلب الجماهير ابويا راح قايل امين تاني. وظيفتك حاليا؟ حاليا انا معارض وزاره الثقافه. انا من اصلا من رجال رعايه الشباب. يعني خريج معهد التربيه الرياضيه واشتغلت بالتربيه ورعايه الشباب وحاليا معارض وزاره الثقافه. اخر منصب في رعايه الشباب كنت ايه؟ كنت احد مديرين الادارات. يا مدير مديرين كده مره واحده؟ ما انا مش صغير. انت بقى ده كله؟ لا لا اصل انا مش صغير يعني. انا لو كنت مشيت في الكارير بتاع انت مالك بقيت وكيل وزاره على الاقل. لا ما ممكن يعني في زملاء ليا تقريبا وكلاء وزاره، في زملاء ليا اساتذه في المعهد يعني بروفيسورز يعني. انا لو كنت كملت كان زماني بقيت كده. لكن انت رياضي بقى فعلا سابقا. ايه الرياضه اللي كنت بتلعبها؟ كله. انت بتاع كله؟ بتاع كله. لكن متخصص في الرياضه دي؟ ملاكمه. كنت ملاكمه خصوصي. كان ملاكمه يا لهوي يعني ملاكمه. ملاكمه وتطورت الى ضرب راس. لا يا لهوي الا كده. هل باعتبارك راجل رياضي وعندك يعني قدرة جسدية ده بيساعدك على حركتك الكبيرة في المسرح رايح جاي وسريع الحركة لا شك أنا رصيدي في الحتة دي نفعني. نفعك يعني؟ أنا حركتي كويسة على المسرح الحمد لله، وفي شيء من الرشاقة. ما أعرفش أكسل، ما أعرفش أوخم. وقد تتعجب أن أنا ساعات أقابل الستارة وأتمنى رغم إرهاق الرهيب ده اتمنى ان انا اعيدها في ساعتها. والله بجد ببقى مستمتع استمتاع. وبعدين انا يعني ساعات يقولوا الناس انت ما بتلعبش رياضه. انا المسرح عندي رياضه. وزي طول ما انا بعيد عن المسرح تلقاني اسمن. اول ما ابدا المسرح زي اي رياضي ما يبدا الموسم بتاعه. جسمي يتدمر واخس وابقى خفيف الحركه. لكن بتبقى اسمن. يا سلام. يا روحي. الكلام الدولار بقى. طب يا ترى انت مخلص لكل حاجة في الحياة اخلاصك للمسرح؟ انت مخلص للحب اخلاصك للمسرح؟ ده هي دي انا مشكلتي الاخلاص. انا اذا قلت هعمل حاجة وقلت يعني هعملها حتى لو لا فيش يعني ما فيش ميل لها ولا استعداد لها ولا رغبة، مادام قلت انت مسؤول عنها وباخلاص بتفاني. امال مخلص للزوجيه نفس الاخلاص؟ جدا. بتقول جدا؟ جدا. عاوز اسمعها طبعا. يمكن دي غيظاني لكن فعلا انا مخلص جدا للزوجيه. ومش قادر اتصور ابدا ان انا ما بقاش مخلص للزوجيه. ومش متوقع ابدا في يوم من الايام ان انا اكون مش مخلص للزوجيه. خلاص انا اتجوزت وبقى لي بيت وزوجه واولاد، وشايف ان الصوره هي دي الصوره اللي لازم على الاقل واحد اسمه امين هنيدي لما يبقى زوج والناس بتحبه وله وزن معين يفضل بقى برضه يدينا الصوره الكويسه كزوج وابو اسره. لا طب في الواقع شيء ظريف جدا انك ممثل ناجح ومحب ناجح وزوج ناجح في الوقت نفسه. الحمد لله بنشوف اخرتها. كلمني عن مدام ليلى إذا سمحتي، يمكن هي يعني ما تقدرش تتكلم عن نفسها يعني. خصائصها ككوميديان في رأيك يعني؟ أولاً أنا أعرف استلالة فهمي من المسرح الحر كمتفرج، يعني أنا كنت متفرج وشفتها في أروع أعمال المسرح الحر ثلاثيات، مش كده استلالة؟ يعني وبعدين هي كان دورها من الأدوار البارزة جداً. ويمكن ما كانتش فكاهيه في الوقت ده. كانت بتمثل شخصيه الفتاه المصريه الطيبه المخلصه. وبعدين يبدو برضو ان
كل إناء بما فيه ينضح. يعني هي كانت بتخبي الفكاهة اللي فيها وخفة ظلها وكده. ولو أنه هو الممثل المفروض عموما سواء فكاهي أو جاد لازم يبقى ظله خفيف ولازم يبقى مهضوم وجذاب للناس. فدي اللي نجحها الأول حتى في الأدوار اللي هي ما هياش فكاهية أن فيها الصفات دي. فلما ظهرت على حقيقتها إنسانة قادرة على إضحاك الناس المميزات هي هي حضورها المسرحي، القبول، الجاذبية بينها وبين الناس، صوتها معدنه مميز من وسط الستات الممثلة، عندها قدرة على تغييره وتلوينه. بعدين ما بيهمهاش الدور يغير من شكلها، يعجزها في السن، يخليها تحني جسمها، مش عارف ايه. في عندنا ممثلات تيجي لغايه الحته دي وتقول لك لا انا ما عملتش كده، تخاف احسن. ايوه، لكن هي عشان انسانه فاهمه ايه الفكاهه وايه كده ممكن تعمل ده كله. وبعدين هي حاضره البديهه جدا، حسنه التصرف على المسرح جدا. مدام ليلى بمناسبه شايفه بقى يعني هو ادالك قصيده. انا مش عارفه ارد لا انا قلت حقيقه ما هي قصيده ما بقولش حاجه من دماغي انا بقول. طب بمناسبه حضور البديهه والذكاء على المسرح، ضروري الممثل على المسرح بيتعرض لمواقف حرجه جدا ومآزق يتخلص منها بذكائه وبحضور بديهته، ينسى حاجه، يلخبط، يسبق في دوره كذا. ممكن تحكي لنا حاجه حصلت لك كده وازاي تخلصت منها؟ ده كانت في رواية الناس اللي تحت. وانا في المسرح الحر كان الاستاذ عبد المنعم مدبولي بيمثل دور ولد شقي كده بتاع كوكاكولا وما عارفش ايه، وكنا بنعرض الرواية في المسرح العايم. وبعدين ربنا يديله الصحة كان جاله ألم جامد جدا في جنبه، ما عارفش كان صادر من ايه، يعني ألم فظيع جدا في الفصل ما بين الفصل الاولاني والتاني. فأصر يشتغل برضو ودخل المسرح أول الفصل الثاني وما قدرش يكمل ووقع على المسرح. فكان كل الحوار اللي بيني وبينه إنه أنا البلانة اللي المفروض هنتفق أنا وهو إن إحنا نهرب واحدة خدامة وقول لي خديها ما عارفش أعملي إيه وطلعيها لي برة تقابلني إيه وحاجات كده. فكنت الحقيقة أنا يعني مش فاهمة قوي برضو في المسرح زي دلوقتي، لكن هو خرج وأنا قلت مش عارفة هعمل إيه، لكن رحت قايله كل كلامه كانه هو بيقوله لي، يعني اقول له ده كان قصده يقول لي كذا وكان قصده يقول لي كذا وكان قصده يقول لي كذا. وفضلت اقول تلتين الفصل الثاني قلت لوحدي وانا بترعش طبعا جدا ومش عارفه اعمل ايه، لغايه اما خرجت من المسرح فجالي انا اغماء بعد الفصل الثاني. شوف يا استاذ صار يعني تصرف، وتقول لك انها كانت لسه يعني عودها مش صل وحفظت كله وانخذت الموقف. وبعدين اهو هنا مثلا ظرف طارئ جدا، البطل اللي قدامها ما بتعمل ايه صحيح. واحده تانية كانت تقف محتاجه وكانت خرجت، لانها كمان هي مسؤولين هم هي مسؤوله منهم، يعني هي اصغر من انها تتحمل هذه المسؤوليه. لا بقيت واقفه هم واقفين لي في الكواليس يقولوا لي يعني مش يشجعوها زكريا سليمان والاستاذ علي الغندور والاساتذة كلهم يقولوا لي يلا قولي اي حاجه كملي، بقيت اكمل وانا مش عارفه. لكن ماسكه صور بالحدوته عشان الناس ما تفقدش الخيط. حاجات غريبه قوي على المسرح. دنيا المسرح. المسرح يعني زي الحاجه المتعريه، واخد بالك؟ ايوه. يعني مثلا في الاذاعه او ورا الميكروفون واحد ممكن يعمل اي حاجه، يقفل الميكروفون الى اخره يعني. بالظبط. طبعا التلفزيون اصعب لانه خصوصا اذا كان فيديو تيب ماشي، انما المسرح اصعب واصعب لان نفس الممثل بيبقى مسموع ونبضات قلبه ولحمه ودمه كله لمحه بتبان عليه. طب بتعمل انت ايه؟ فيش في المواقف قابلتك عملت اتصرفت ازاي؟ يعني احرج موقف قابلك؟ لا انا من هقول لسيادتك يمكن اكون عانيت من الحكايه دي برضو في البدايات، لكن الثقه اللي الواحد اكتسبها من مرانه ومن عملي كمدرس وانا بحط دي دايما في الاعتبار، المدرس يعني المفروض دايما يبقى حسن التصرف. يعني تحت اي ظرف من الظروف هو في حصه ما عشان يبقى مدرس ناجح مش ممكن هيقطع الفصل الحصه ويخرج او لازم يكمل الحصه.
ويكملها برضو مفيدة وكل حاجة. فمن مواجهة المواقف دي المتكررة في المدرسة والفصل ولمدة طويلة وبالتالي في المسرح أصبحت المسائل دي يعني ما أقول لسيادتك أنا ما أقدرش أتذكر إيه من يمكن من كترها. أنا أذكر حاجة صغيرة بس يعني جديدة هي ظريفة. كان فيه في سد الحنك ما بخرج انا الاستاذ محمد ديب كان بيزورني في بيتي. وبعدين حصل ان الباب بتاع الديكور مايل بزاويه معينه بحس ان الباب بتاع الشقه دي لو اتساب لوحده يتفتح يقوم عملوا له مسمار متني كده وراه عشان يسنده. بس يبقى العامل او المساعد المسرح ورا الباب بحس ان بيجي الاستاذ ديب خارج يفتح له وتبقى حاجه طبيعيه. ففي يوم من الايام سهي عليه فالاستاذ الديب وانا نخبط على الباب ونحاول نفتحه ما يفتحش. فانا قلت ايه ده يظهر عيل من اصحاب ولادي بيعاكسهم ولا بيعاكسني وحطيت له طوبه ورا الباب. شيل الطوبه يا ولد شيل الطوبه. طيب انا هقول لامك وكده على ما تنبهوا وهم فتحوا الباب. وصارت مثلا يعني المخرج وافق على دي ظريفه تدخل كل يوم تدخل. ام في يوم بقى ايه اللي بيقفل المسمار ما قفلش المسمار. الله. فجينا الدور انا الباب بيتفتح فمفيش طوبه. قلت له يظهر الواد ناس يحط الطوبه النهارده. كل ده بيبقى بين بين التيم نفسه الفرقه وكده بتبقى معروفه. انا في سبع ولا دبع اتاخرت مره عليكم في الدخله. كان حشني المسمار يعني فضل شابكني ورا الكواليس ومش عارفه اخش. واخلص في بستاني ماسكه المسمار. والاستاذ امين قال لي اتاخرت ليه بعد يعني طبعا هم اتصرفوا يعني من الكلام. لكن بعد ما دخلت قال لي ايه قلت له مسمار طب اخش. الحاجات غريبه قوي بتاع الحكايه بتاعت الاستاذ محمد ديب دي في الروايه اللي انت بتقولها اسمها ايه؟ سد الحنك. سد الحنك. كان المفروض ان هو في لحظه ميت وقاعد على الكرسي. لا دي في عبود اظن. عبود مش عارف مين مش فاكر بالظبط. أيوة. كان المفروض ان هو واحد ميت وقاعد على الكرسي. وانت يظهر قعدت تقول وتنكت وجت حاجات كده فبصيت لقيت الميت ده. ومفروض ان هو يبقى ماسك نفسه قدام الجمهور لانه بيمثل دور ميت. فبصيت لقيته يعني قاعد يضحك وهو ميت. يعني واحد ميت وقاعد يضحك. ما هي دي لما ناقشناها المخرج قال انا ما عنديش مانع دي تحصل على اعتبار ان هو اصلا مش ميت وانا يهمني ان الجمهور يعرف انه مش ميت. استاذ امين وانت بتتكلم على مدام ليلى قلت انه الواحد اللي جواه بيبان رغم كل الظروف وان هي مثلا في الاول جواها كوميديا ما كانتش باينه في الاول انما فرضت نفسها. ايوه انا عاوز اقول لك حاجه بصراحه. اتفضل. انت يعني في القمه بين ممثلي الكوميديا بلا شك. القمة على فكرة بالاسكندراني يعني الناصر. الإمة. واللي بيقعد معك وبيقابلك كصديق أو شخص بتعرف بيك بيضحك جدا من نكاتك وحديثك ظريف جدا. لكن إيه رأيك إنه في أغلب رواياتك بتدي إحساس بالغل بتدي إحساس بالإنسان الغلبان. أنا بحس بالحكاية دي معرفش يعني يمكن عشان اصلا انا غلبان برضه. لا يعني عارف يعني اكتر رواياتك بتاخد دور الانسان المثقل اللي حظه وحش. اللي الغلب حاطط على راسه. هقول لسيادتك اولا يمكن النصوص اللي بتختار لي بيكون فيها الحته دي نتيجه للسبب ده. يمكن يقولوا امين ده بيدي الاحساس ده. هل ده موجود اصلا في حياتي؟ برضو يمكن جايز يعني يجوز جدا ان انا راجل ما كانتش حياتي سهله وميسره بحيث ان انا يعني كان ظاهري غير ما هو مختفي. يعني انا كنت راجل بعاني وبكافح وبقاسي وكل ده. يمكن يكون رسب جوايا الحته اللي سالتك بتقولها دي ان انا ذو ازمه وتر حزين يعني في وتر. ايوه في جانب انساني. وفي الواقع حتى في قمه الكوميديا في ساعات انا بحس انه الواحد هيعيط.
يعني في الموقف يعني. والإنسان يغلب على الأستاذ أمين فعلا. يعني أنا نفسي أشوفه بيعمل دور في طبيعته. قلت لي حتى الكلام ده يزعله. مش عارفة يعني حقيقي بحس الإحساس ده. ما أعرفش هو يعني أولا حتى يمكن لما ساعتك بتقول إن أنا في قمة الفكاهة بتحس بحاجة برضو لأن أنا ما باخدش المسألة لعب. يعني رغم ان انا بستمتع جدا بالتمثيل وابقى سعيد سعادة تامة لكن تحس ان في امين هنيدي تاني ورا هذا الجهد اللي هو برجل مكافح من جوه الفكاهة اللي قدامك. طب انا الحقيقة انا مش عاوز ادخل في تفاصيل حياتك بدقة. احنا ما نرجعش. انما يعني هل اجد لديك الشجاعة انك تقول لي بعض الوان المعاناة بصراحة تامة اللي قابلتها في طفولتك او في مطلع حياتك؟ ممكن طبعا. يعني انا لما اكون احد خمس ست اولاد ولاد راجل موظف عادي دخله محدود وكثير التنقل من بلد لبلد مانيش اوسامهم شكلا مانيش اخر العنقود ولا نيش البكري يعني ما خدتش انت وسيم جدا ده اخيرا. يعني لو انا كنت مثلا اخر العنود كان ممكن خدت نصيب من التدليل شوية او لو اني كنت البكري كنت يعني عندنا احنا ده رغم برضو ظروف معيشتنا البكري دلع شوية واخر العنود دلع شوية انما انا في الوسط في الوسط. وبعدين انا اعتمدت على نفسي كتير جدا في جميع مراحل حياتي. يعني كنت بحس ان ما كنتش هبقى مجتهد جدا في الدراسة هطلع انسان فاشل. وتعرضت لدي يعني اتهزيت اكتر من هزة ان انا اثناء الدراسة كنت بكبو كبوات بغلط بتشنكل ولكن بروح معدول. وبعدين مثلا كان مدى اهتمام والدي بالحكاية دي مش كتير. يعني ان كان اهتم مرة بيا لما شنكلت ووقفني ومشيت المرة اللي بعدها ما سابني وكده. وبعدين جيت فترة من فترات تخلفت 3-4 سنين من التوجيه للتعليم العالي. وبقيت بعمل اتخبط اشتغل اتوظف اكمل دراسة بكمل منين اشتغل في الفن اشتغلت في الفن بقيت المونولوجات بتروح الافراح شفت مونولوجيست وشفت عوالم وشفت موسيقيين غلابة جدا وعشت معاهم. وفي وقت من الوقت ربطت مصير بيهم وقلت خلاص انت تبقى كده واللي يحصل يحصل. والله كنت بتشتغل ايه مع العوالم او مونولوجيست مع العوالم. وكنت بقى بشارع محمد علي وشارع عماد الدين ونسافر وما ناخدش فلوس ورجعونا ماشي او ان كان معانا فلوس لو مننا بالليل ونرجع ماشي يعني كده. دي حاجه من الحاجات التانية. انا تغربت كتير برضو عشان شغلي عشان اكل عيش مش اللي يخصني انا برضو لان انا برضو يعني كنت بحس ان انا رغم ان انا ممكن ابقى انسان فردي في وسط اخواتي واهلي لا ممكن اساعد اهلي واخواتي وكده. وبعدين والدتي الله يرحمها كانت ست صاحبة مرض في اخر ايام وانا كنت احبها جدا وهي كانت تبادلنا هذا الحب وانا اكتر واحد بعيد عنها في السفر وكده. ف ده كله كل ده يعني انا اذكر ان انا كنت اقول لها مثلا في الجوابات اقول لها يا امي لما يطلع القمر بصي له يعني نكلم بعض. بس دي شاعريه ده انت شاعر. دي كانك بتقول لها شفت القمر على طلعتك على والله من يعلم. طب ما اعرفش انت خدتنا كده في حته انا طبعا السبب لان انا نكشتك يعني ما نروحش ابعد من كده لكن اغوط من كده قوي. لكن انا عاوز اقول باختصار قوي وزي ما بنعبر يعني انك انت بتعبرنا اتلطمت. ايوه اتلطمت لا شك اتلطمت هو ده. وبعدين يعني مش اتلطمت عامد متعمد او يعني في ناس كتير يقول لك ايه يعني مغام بقى بقيت فنان كويس فانا لازم اقول ان انا اصلي تعبت وشربت وتلطمت بنوع من الزخرفة يعني بنوع من التعمد. زي لما يبقى فنان حقيقي فعلا لابس مبهدل وشعره طويل وكده هو اصلا هو كده هو كفنان
طبعه كده، وكل اللي يجوا من بعده او يبقوا في عهده يروحوا عاملين زيه، برغم ان هم يعني ممكن يبقوا مهندمين وشعرهم ما يطولش، لكن لا يعني هي دي سمة الفنان. هو عملها، هو عملها دون قصد، هو طبيعي راجل مش فاضل يلتفت لنفسه. فكذلك عمليات التفاح دي ما هيش متعملة، هي ظروف بتيجي. هو ده اللي بيصنع الفنان في النهايه. اي 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 بني ادم موفق ناجح في اي حقل من حقول ما كانش وراه الحبه دول يبقى مش عارف. انا بمثلها بالمغناطيس الحديد الصلب والحديد المطوع، فبرضه اصل المدرسه دخلنا في كيف يقول الحديد المطوع يتمغنط يكتسب المغناطيسيه بسهوله ويفقدها بسهوله، والحديد الصلب يكتسب المغناطيسيه بصعوبه ويفقدها بصعوبة. انت حديد صلب. صلب. طب بالمناسبة ممكن تفتكر لنا كده ايام زمان، ايام العوالم دي والجو اللي انت كنت فيه، تفتكر لنا اغنية من الاغنيات اللي كانت شائعة في بتعمل بهجة في الليالي؟ او النبي وسلم. ونسمعها بصوتك بقى. لا بصوت انا. او النبي لا دي حاول يعني كده تفتكر حاجة. وانا اعملك زي ما بقولوا غني لي يا واحد. غني لي يا اقول ايه. هي برضو حلوة بلح مقمعة دي كان بتاعت استاذ احمد الشريف عندي. كان صوته حاد ولكن جميل. تقول انو يا بلح يا مقمعة شرفت امامك الارباب. يا روحي يا روحي. انو يا بلح يا مقمعة شرفت ما ميك الأربعة. يا سلام. كان شائع. على الحتة دي انتوا خدتوها استغلتوها في المسرحية ليكم. سد الحنك. سد الحنك. استاذ هنيدي. فنم. انت بتتكلم زي التلميذ. زي التلميذ. انت عارف حاجة غريبة جدا بمناسبة انك كنت مدرس. عدد كبير جدا من الكوميديان المصريين كانوا مدرسين، يعني عبد المنعم مدبولي مدرس مدرسة أبو لامعة، أبو لامعة ناظر مدرسة يوسف في التعليم، تربية التعليم، إخواننا كل بتوع المسرح حلو دول تربية التعليم كلهم كانوا مدرسين. وأغلبهم ظاهرة غريبة أوي. جلال الشرقاوي المخرج أصله مدرس. محمود مرسي أصله مدرس. كل الناس دي. هو في علاقة وثيقة بين الاثنين. أبدائي كده يعني في حاجة بتربط المدرس بال. لا شك. مسرح مدرسة يعني. أيوة. أنا كنت عاوز أقول إيه. نسيتني. شوف يا ترى أول عمل لفت إليك الأنظار كأمين الهنيدي إيه؟ يعني أنت كنت في مجموعة مع سعد قلبك. كنت تحضر في هلاوة. في هلاوة. أولاً السؤال قبل السؤال ده، إزاي استطعت إنك تخرج من مأزق إنك تاخد لون واحد معين وترتبط بيه زي بعض الكوميديان اللي ارتبطوا بلون معين فبره هذا اللون يفشل، وقد يكون هذا اللون بقى يعني بقى معاد ومكرر بحيث بيقضي على الممثل. ازاي طلعت من الخيه دي؟ هو في حكمه بتقول رب ضاره نافعه. انا اذكر ان انا ما كنتش انجح هذه المجموعه من النجوم، ما كنتش المعهم، بالعكس انا كنت في المؤخره من الجايز. دي كانت بتضايقني انا نفسيا لان انا منهم. ويمكن هاوي من عهدهم، ممكن من قبلهم كمان، لكن هي الظروف جت كده. فهم كانوا ما شاء الله لابين جدا، وانا يعني اختلقت في هلاو ده في اواخر برامج سعد قلبك وما طولتش. فيبدو اني ما عشان ما خدتش البريق الكافي ولا ما خدتش الفترة الأطول، بحس إن كان يحصل تشبع من أمين الهنيدي، يمكن ده نفعني ما خلانيش اترسمت في ذهن الناس بصورة معينة. وبرضو إلى جانب حاجة تانية، إن أنا كنت دايما لما أعمل الدور كنت أولا بغير صوتي، بغير صوتي. ثانيا لما أكون على المسرح كنت أغير شكل، كنت اهتم جدا بان انا اتقمص شخصيه بمكياج بملابس، بحيث ان لما اطلع اغير هدومي ما يعرفوش ان ده اللي كان بيعمل هذا الانسان. الاثنين دول نفعوني، الى جانب طول مده هوايتي في التمثيل ان انا ما كنتش بتشبث بدور معين. يعني اشتغلت في فرق هواه كتير، دايما رئيس الفرقه ومدير الفرقه طبعا ياخد البطل.
واحنا كنا بنعمل حكايات. اه لازم ده هو عامل الفرقه ليه. اي ف حاجات الريحاني مثلا. أي. البطل لازم يعمل دور الريحاني. طيب الريحاني الله يرحمه كان عنده بقيه الافراد التيم اشكال والوان. فورم بقى لهم كاركتر. الشامي والصعيدي وابن البلد والخواجه. انا كنت اخد حاجه من دول مهما كان صغير مش مهم. فدي ادتني فرصه انها الون. اخد شخصيات مختلفه. طب ايه بقى العمل اللي لفت اليك الانظار اللي ثبتك كامين هنا؟ اول شيء على مستوى المسرح وجمهور المسرح كان الشيخ حسن شفيع الطيب مع فرقه حيفا الوقت. لفت لي النظر جدا الجمهور رغم ان عدد الليالي كان قليل. الصحافه والنقاد اشادوا اتخضوا. انا يعني بسميها كده يعني فجأة احتزوا. ايه ده؟ شيء ده ايه ده؟ منين ده وليه وازاي وكده؟ فجأة ابتدوا يتكلموا عنك وريبورتاجات وصور وكده. وحتى انا ما صورتهاش تلفزيون اللي هي كانت تديني بقى فرصه الاتساع اكتر جماهيريا يعني. انما انا استفدت حاجه واحده منها ان فتره قله الثقه والهزه اللي انا كنت عايش فيها كهاوي لغايه الروايه دي خلصت منها. ووجدت نفسي زي ما كنت بقول عن الست ليلى فهمي دلوقتي. وجدت نفسي من حيث ايه؟ معدني فين؟ انا جوايا فين؟ وجودي فين؟ ممكن اقف على خشب مسرح ازاي وبالثقه ده وبالثقه دي؟ وبعدين سبل النجاح ووسائلها وكل اللي انا اكتسبته من الخبرات قبل كده كل ده اقدر بقى انا امسكه كخيوط في ايديا واجيد اللاعب بيه. عظيم. وتشغيله. فكان الشيخ حسن شفيع الطيب كويس على مستوى جمهور المسرح والصحافه والنقاد. ثلاثها على طول ابو العينين الحانوتي في اصله صوره. وده كان النقله الثانيه جماهيريا لانه كان صور تلفزيونيا فاداني جماهيريه اكتر. ده كان عظيم بشكل مش معقول. طب استاذ امين انت دلوقتي بتقول انه اصحاب الفرق كانوا دايما بياخدوا البطوله. ايوه. ويسيبوا لك الفتات. ايوه. طب ايه رايك بقى انك انت متهم بنفس هذا الشيء الان بعد ان اصبحت صاحب فرقه؟ لا معلش لا معلش وانك انت باستمرار بتاخد البطوله المطلقه العملاقه وكل واغلب الافيهات وانه بقيه الممثلين حواليك بيكونوا صغيرين. يعني طب نسيب قبل ست ليلى الدافع عن الحته دي. انا دافع عن الحته دي الحقيقه لان فعلا انا كنت جايه وحتى في اعتباري اللي حضرتك بتقوله ده يعني كنت جايه ومتخوفه جدا الفرقه حقيقي كذا مره افكر قبل ما ارتبط بفرقه الاستاذ امين للسبب ده. يعني يقول لي مش معقول وهتعرفي تقولي ايه جنبه يعني بياكل اللي جنبه وبياكل اللي جنبه ومش هيديكي فرصه حتى بالكلام ولا والدور نفسه مش هيخليكي تاخدي دور طويل حتى عشان تقدري تفردي فيه. فكنت جايه وخايفه جدا. في الحقيقه الاول في البروفات اولا صدمت مش صدمت يعني اتفاجئت المفاجاه اللي ان انا لقيت الدور دور حلو مكتوب كويس مفاجاه عكسيه. فقلت استنى لما اشوف في البروفات يا ترى هيقصوا منه بقى ويعملوا له مونتاج وبتاع. فلقيت العكس. جيت بعد ما خلصت البروفات المسرحيه وفي العرض ظهر بعض افيهات في الدور حاجات تضحك الجمهور. فقلت ما اشوفها بالنسبه للعرض الاستاذ امين هيعترض او اليوم اللي انسى فيه افيه ليا او حركه ليا بتضحك او جمله بتضحك او حاجه يفكرك بيها اول واحد يجي يفكرني بيها امين الهنيدي. ودي كانت يعني بالنسبه لي ظاهره غريبه جدا حقيقي. معرفش بصيت لقيته انا بقيت مذهوله. يجي يقول لي يا ليلى انت ايه النهارده فين الحته اللي انت كنت بتعمليها مش عارفه يعني ده حسيت انه مش هو ده اللي الناس كانوا طب دي الحقيقه شهاده مقنعه. لما انت زعلان ليه دلوقتي؟ عشان الكلام اللي بيتقال عليا ده. ما تزعلش وعشان فكره الفرقه اللي انا هم بيقولوا انا عملت فرقه وانت بطلها او ستك كانت بتقول السؤال ده. لا انا اصلا بطل. وبعدين عملت فرقه. يعني مش عملت الفرقه عشان ابقى بطل. لا انا اوريدي بطل وانا في فرق الدوله. ده صحيح.
وفرق الكبار. وبعدين انا لما يعني عكس الايه انما شوف اولا باين انك حساس جدا خبرك وحساس قوي للنقد كمان يعني، بينما اي واحد يعني في القمه ضروري بيتعرض للنقد. وبعدين انا ما عملتهاش انا، لو تسال سيادتك زمايلي ازاي قدروا يضغطوا عليا وزعلت منهم اكتر من مره، انما ما نسميهاش باسم امين هنيدي ابدا. لان انا بتقول لهم ايه امين هنيدي، يعني يطلع ايه امين هنيدي في تاريخ المسرح او في سلسله المسرح او في الفتره التلفزيونيه، عشان بقى له ده عيب غلط. والله يعني ضغطوا عليا ضغط، قلت لهم نسمي الفرقه اسم معنوي عام كده، ما اتطاولش انا واحط اسم على فرقه. واذا كان ده في بالي انا حاطط ده، لو ربنا اداني العمر ما بقى عندي 60 سنه حاجه زي كده اقدر اقول اعمل فرقه حاجه تاريخيه. هم بقى كروتوني في الحته دي، ودي محملاني مسؤوليه اكتر. دي محملاني مسؤوليه اكتر، انا ما كنت ببقى بطل في فرقه مش انا صاحبها او مش انا مش على اسمي ده. صحيح خلاص مش مهم ما تنطع زي ما انا عاوز. طب احنا بقى عشان نخرجك من الحساسيه دي هدي لك اتهام اخر. ما هو ده اللي اسمه العلاج بالصدمات. ايوه. انت متهم ايضا بانك اكبر واحد بيخرج على النص وعندك القدره على ملاغاه الجمهور، ودي فعلا ميزه انا بعتبرها ميزه انك تلاقي الجمهور ويبقى عندك حضور بديهه وتتنكت معاه واول اخر. لكن هل من اصول العمل المسرحي ان الممثل يخرج احيانا على النص، وهل انت تخرج على النص؟ وبرضه جاوبني من غير ما تبوز. لا من غير تبويز. لا من غير تبويز خالص. حاول سيادتك اولا هذا النوع من المسرح موجود، اللي هو المسرح الارتجالي. الارتجالي او النصف ارتجالي يعني ما اقدرش اقول ارتجالي، لان الارتجالي بيتفقوا الاول على الحدوته من غير لا كتابه ولا حاجه وكله يوزعوا الاقدار ويطلعوا. لكن ده هنا عندنا نص فعلا وبعدين بيحصل طوارئ وظروف بتخلي الممثل ومش ممثل واحد اكتر من ممثل يتصرف حسب ما يجيد. ودي كانت ظاهره يعني يمكن واضحه في مرحله معينه اللي هي ظهور الموجه الاخرانيه بتاعت حركه المسرحيه بتاعتنا، واللي افرزت النجوم الموجودين حاليا. ده كان كله بيجتهد رغم وجود النص. يعني هو انا بس اللي اتهمت لان انا ايه بطبع شجاع شويه او ما اعرفش يعني مدب جاي. هي مدب اكتر من شجاع. لا هو انا فجاه فوجئت لقيت ان انا بس المتهم وان انا فارس الارتجال والخروج على النص في الوقت اللي يمكن ما اعرفش هي بس عايزه شويه ان يبقى في كم مدب جنبي تانيين يقولوا احنا بنعمل كده، انما هم الظاهر اذكى مني فسابوني انا اروح ضحيه الحكايه دي. لكن انا يكفيني ان انا من الداخل عارف ان فلان بيعمل كده وفلان بيعمل كده وفلان بيعمل كده وهم عارفين من الداخل انهم بيعملوا كده. ما علينا، هي ظاهره كانت موجوده ويمكن كان سببها ضعف النصوص نمره واحد، سعادة أصحاب النصوص بأن ناس تنجح لهم النصوص بالطريقة دي ورضاهم، كذلك المخرجين المسؤولين عن بعض الفرق، فبدأت تبقى مبدأ لدرجة أن لما تجيب نص نص ونص والنجم مننا يقول لا ده يقول لك طب ما احنا جايبينك ليه؟ يعني هو بيدي لك الفرصة دي، ولو ما عملتش كده يقول لك أنت مسؤول عن نفسك بقى هتغرق. دي مرحلة. و لغايه ما جينا الى ما يسمى النص الذي لا يجب ان يعتدى عليه. النص المتكامل القائم على رجليه. قائم واللي بيقول معاني معينه واللي المؤلف بيصر ان الجمله دي تتقال كده لانه بيهدف من وراها كده. او لمجرد ان هو اسلوبه في الكتابه كده فمش عايز هذا الاسلوب يتشوه لانه اشتهر بيه. هنا اصبح الممثل الشاطر اللي يلتزم. صح. يلتزم ليه؟ لانه هو بيؤدي مهمه ثانيه دلوقتي. انه يمثل ويجيد التمثيل ويوصل الكلام بمعانيه للمتفرج. دي مهمه مختلفه عن المرحله. انا معاك تماما حقيقه. وبعدين انا ما بشوفش انه عيب ان الممثل في بعض الاحيان يخرج على النص، خصوصا اذا افرض انه لقى واحد من الجمهور الكلمه معينه يحتاج لإسكات انه يقول نكته معينه ممكن تتقال يعني. وبعدين انا ملاحظ حاجه انه جمهور المسرح الكوميدي طبيعته جمهور قاسي جدا. بمعنى ايه؟ جاي دافع ثمن تذكره وعاوز يقضي الوقت من اول ما يقعد على الكرسي لغايه ما يخرج،
وقد أفرى كل طاقاته في ضحك متواصل. بالظبط. فهو عاوز يضحك أكبر كمية ممكنة ولو اعتصر كل الممثلين الموجودين. دي حقيقة. ما كانوش يعملوا كده قدامه بقى ما يعجبوهوش. يعني أنا بقى وصلت إلى إني ما بردش. أكبر كمية ممكنة ولو اعتصر كل الممثلين الموجودين. دي حقيقة. ما كانوش يعملوا كده قدامه بقى ما يعجبوهوش. يعني أنا بقى وصلت إلى إني ما بردش. ودي برضو صدمت الجمهور شوية. متعود إنه حاول ينكشني. وأنا مصر إن أنا ألتزم بالكلام الموجود في الرواية ولا ردش. والحمد لله يبدو إن الجمهور اقتنع وبطل يعمل كده معاه. وبيكتفي بإنه بيلاغي المونولوجيست أحمد غانم أو غيره. دي ألوان. طب أستاذ أمين، صوتك في الغناء سواء في المسرح أو في الإذاعة، ولا عشان أكون محدد أكتر أقول يعني الإيقاعات المنغمة على مزيكا، صوتك ناجح جدا واستطعت إنك تؤدي أدوار، يمكن أنت من أول الناس اللي ابتدوا يقودوا هذه العملية يعني. فأولا ممكن نسمع حتى من هناك وليكن من تتر أي برنامج، وبعدين نقول مين اللي اكتشف صوتك ومين اللي اكتشف كحتك بالمناسبة. الكحة دي وراسة. يعني مين نصحك انك تغني او مين شجعك؟ ما انا اصلا كنت بقول لغات وانا صغير في بداية سنواتي يعني الرواية، لكن ما فكرتش ان انا اغني خالص. وبعدين دي جت بالظروف. اذكر ان انا سجلت برامج اذاعية كان فيها غنى، لكن ما كانش ده اللي بيشغلني. لغايه ما جينا بنعمل يمكن شنطه حمزه في الاذاعه، وعملنا التتر يا ده اللي لحنه السيد الجاوي، فنجح. رغم ان انا لما سمعته حتى داخل الاذاعه قبل ما يطلع على الهواء بقيت مش مصدق ده يمشي ازاي، والصوت الاجاش ده يبقى كده وعامل زي الصفيحه المطبقه مصدية. صحيح ولا الصوت عامل زي ما عيل يلقى الصفيحه كده وشوطها برجله في الشارع؟ انا بشبهها بكده يعني، فيها صدى وفيها بتاع، واذا به ينجح ويشد الناس. فصمموا بقى كل اللي يجي يشغلني في مسلسلة او في سينما او كده انه استغلوا. وعملوها اسطوانات وساقوا فيها وبقيت مطرب. وياكم زيت النص ومعاكم بتخف حمولي، دقولي تكلم تكلم دقولي زمين. ممكن تقول لي رأيك في خصائص الكوميديان المصريين الآتية أسمائهم؟ أولا ليك الحق أنك تعترض على السؤال إذا حبيت يعني. فؤاد وشويكار في كلمة، عاوز تعترض اعترض. لا مفيش اعتراض. هما دلوقتي الاثنين يعتبروا الدويتو البديل بتاع المرحوم نجيب الحاني والست ميمي شكيب.
ما يبكي مع اختلاف الاعمال. لو ربنا وفقه له اعمال موفقه دايما، ومش عايز اقول زي اعمال الريحاني بالذات، انما يعني يبقى لها كده لون وثقل معين، يبقى هما البديل المناسب. عبد المنعم ابراهيم، عبد المنعم ابراهيم فنان كوميديان ظروفه كانت اقوى منه، يعني ما خدش فرصة العمل فيما نسميه احنا القطاع الخاص. ما خدش فرصته كاملة يعني. لا، اللي هي الفرصة اللي زي ما تقول سيادتك تلطم الفنان. لان هو فنان رسمي. في الفرقة الرسمية بتاعتنا. عبد المنعم مدبولي. عبد المنعم مدبولي ده زي ما قلت سيادتك ليا في الاول ده بتاع كله، عبد المنعم مدبولي بتاع كله. سيداتي سادتي، وكان ممكنا أن تمتد السهرة أكثر من ذلك وأن تزداد حلاوة مع هذا الفنان الأصيل، ولكن مخرج المسرحية استدعى ضيفينا الهنيدي وليلى فهمي لأمر هام، واضطر للاعتذار، فللمسرح تقاليده وللعمل الفني أحكامه. ونحن أيضا نقول لكم لعلنا نعود ونلتقي بالفنان لقاء آخر، أو لعله فنان آخر نلتقي به في الحلقة القادمة إن شاء الله. فالعمل الإذاعي أيضا له تقاليده وله أحكامه. سيداتي سادتي، إلى اللقاء. شكرا، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع السهرة المفتوحة، لكم مني أطيب المنعم طاهر أبو زيد.